المشكلة التي ركز عليها رئيس الجمهورية. إذا بالنسبة لبلدية عين تيمشد أكيد أنه كان فيه حصر وجرد لمناطق الظل على مستوى البلدية وضواحيها، ماذا عن هذه المناطق وهل استفادت من مشاريع تنموية مسجلة سواء مشاريع تدخل في إطار برامج قطعية أو مشاريع تدخل في إطار ميزانية البلدية؟ مناطق الظل تم إحصاء 18 منطقة الظل في بلدية عين تيمشد. التكلفة المالية التي استفادت منها البلدية هي 7 ملايير في سنة 2020، يعني مازال دي بروبوزيشن مقدم لها للولاية باش هي تحددوا الأولويات ونطرحوا هذه المشاريع لمناطق الظل. حنا المصالح التقنية أعدت بطاقة تقنية لكل منطقة الظل وراح نحددوا الأولويات، تكون في الأول تكون في الثاني تكون في الثالث باش تستفيد من هذه العملية اللي تقدر ب 7 ملايير سنتين في 2020. أما فيما يخص 2019 استفادت منطقتين الظل من برنامج نتاع بسيط نتاع إطار ميزانية البلدية. استفادت المنطقة الظل هي الفيرميكول المجمع السكني اللي وراء المعهد التقني الفلاحي، استفاد من الإدارة العمومية بلاد كاع المجمع السكني لأن مكانتش كاينة إدارة عمومية، استفادت من الإدارة العمومية. مزرعة بخيت الحاج استفادت من تصفيت بالخرطنة الإشمتية، يعني كامل هذيك التهيئة كانت في مزرعة بخيت نسموها هنا كيما نقولو في شارع دوار بخيت. هذه العمليتين الاثنين كانت في إطار ميزانية البلدية تاع 2019. نعم. فيما يخص الانشغالات الخاصة بمناطق الظل تنحصر في ماذا على الأساس؟ يعني ما هي أهم النقائص المسجلة عبر هذه المناطق؟ وهل فيه مناطق على مستوى النسيج العمراني لبلدية عين تيمشد أخذت أو تم إحصائها على أساس أنها مناطق الظل؟ كاين مكان واحد اللي هو نقدر نقولوا جاي ما بين منطقة الظل وبين النسيج العمراني اللي هي لازون اللي تحدث عليها هي لافيرميكو. هذيك قد نصرفوها في النسيج العمراني وقد نصرفوها في الظل. احنا حسبناها في منطقة الظل لأنها كانت تعاني كثير، مجموعة من نقص التهيئة الخارجية، سكنات ريفية، الإنارة العمومية. احنا حسبناها في منطقة الظل لأنها كانت تعاني. استفادت ودينا بالإنارة العمومية لأن هي الأولوية، وبعد نمشيو للتهيئة الخارجية ونعطيهم ومجموعة من المشاكل اللي طرحوها السكان، لأن كانت عندنا جلسة مع سكان الحي هذا وهما اللي طرحوا لنا الانشغالات نتاعهم. المناطق الأخرى، مناطق الظل اللي قلت لك حسين، احنا 18 منطقة الظل مجمل الانشغالات نتاعها هي الطريق والإنارة العمومية، حصة زيادة حصة من حصة من السكنات الريفية اللي هو الانشغال الرئيسي نتاعها هو سكن ريفي. صارت الحصة تاع البلدية تاع عين تيمشد اللي كانت نقدر نقول كانت ضئيلة، فالمرة الثانية احنا استفدنا فقط من 20 حصة سكنية. طلبات عندي أكثر من 314 طالب موجود على مستوى البلدية فيما يخص السكن الريفي فقط. فيما يخص السكن الريفي يعني هذا ما نقدرش نحرمو، هذا باغي يسكن في الريف باغي يقعد في الريف. احنا ما نجيبش نقول روح في إطار برنامج آخر، ولا روح دير ال اس بي ولا روح دير قلبية ولا روح ساكن اجتماعي، حتى ويروح يروح يدفع ملف نتاع السكن الاجتماعي كيشوفوا العنوان نتاعه مقيم في مزرعه يقول له انت عندك الاولويه باش تدي في السكن الريفي، انت اللي يكون محروم من السكن الاجتماعي وزيدوا احنا نحرموه من السكن الريفي. الاشكال اللي طرحناه للسلطات للرئيس، طرحته لرئيس الدائره وبدوره رئيس دائره طرحها في مجلس الولايه، يعني هذا كان اشكال كان معيق سكان نتاع الارض. السلام والتي ستجسد ما هي وما هي ربما المناطق التي أعطيت لها الأولوية؟ هي تبقى مجرد اقتراحات مصالح تقنية قدمت بطاقة تقنية لكل مزرعة قدمنا لها النقائص وتبنها بطاقة تقنية. تبقى اللجنة المتخصصة هي اللي تحدد الأولوية، شكون اللي حتستفاد الأولويات اللي تم اختيار الأرضية وكل شيء. كاين ملعب
هوستل، كاين قاعة علاج أيضا، وكاين أربع أقسام مدارس ابتدائية مازال ما حددناش راح وين راح تكون. هذه موش في إطار بريسيدنت تاع الدولة، هذه قطاعية بصح حنا نحددوا الأولوية وين راح تكون. نعم، هذا فيما يخص مناطق الظل. فيما يخص